من لا 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 عاوز يقول حاجه. لا نروح فاصل. لا 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 تعال عليه بعدين نطلع فاصل. اوكي انت شايف رغبه مين اكثر في الفوز؟ بص احنا لو هنتكلم على الرغبه اكيد زي ما الكابتن ايمن قال والكابتن خالد والعميد رغبه عند الاثنين. بس لو هتكلم عن النادي الاهلي هبدا بالنادي الاهلي. النادي الاهلي الفتره الاخيره وكلنا نعرف ان النادي الاهلي كبير بجماهيره وببطولاته بكل حاجه. بس خساره مباراه تعمل له كل القلق ده، دي مشكله. خلت النادي الاهلي بقى عنده مشكله اكبر. عادي انت ممكن تخسر بطوله، بس ده مش النادي الاهلي اللي احنا متعودين عليه، ان كان اداؤه او لاعيبته او الروح بتاعته او الترابط اللي في الملعب او الجهاز الفني. لو هبدا بكرر عنده مشكله. عنده مشكله، حته الثقه دلوقتي موجوده مش موجوده بينه وبين جماهير النادي الاهلي، رغم ان الراجل ده حقق حوالي 4 بطولات. يعني في السنه اللي فاتت حقق 4 بطولات. هو مجمل 9 بطولات بالنسبه 9 بطولات ماشي، يعني شوف وصلت 9 بطولات والثقه مش موجوده. في حاجه ثانيه، في لاعيبه بتتمرن في النادي كويس ولاعيبه على مستوى عالي ورغم كده ما بيلعبوش، عشان كده في مشاكل. ويمكن المشاكل اللي حصلت دلوقتي هي مشاكل كهربا، وفي لعيبه تانية موجوده بس هي اتخذت في كهربا، لان كهربا كانت واضحه عنده. النادي الاهلي عنده مهمه، انا بقولها لك، عنده مهمه صعبه بكره. واللي احنا كنا بنتكلم فيه في حته الروح والترابط دلوقتي دي بقت موجوده في لاعيبه نادي الزمالك، ودي حاجه تحسب للاعيبه وتحسب لشيكابالا، ان هو يعتبر كابتن فريق في غرفه اللبس ما قادر مخلي اللعيبه تبقى قريبه من بعضها والروح. شيكابالا زمان كان ممكن، شوف اول واحد بيجري في لما الزمالك بيجيب جول، شيكابالا اول واحد هو اللي بيجري. دي ليه بتديك الاحق ان النادي الاهلي هو حكمت من مباراه واحده؟ يعني الكلام اللي تقوله ده لا ما كانش مباراه واحده، ليه مباراه بيراميدز الماتش اللي فات نفس الشيء نفس الشيء، رغم ان احنا قلنا كلنا اتجهنا للروح. خلي بالك احنا لا انت كلنا بنتكلم بروح، انت عايز تقول الفنيات ما بقتش هي العنصر الاساسي. لو احنا فنيات انتوا كلكم اتكلمتوا فنيات، ما فيش فنيات اصلا. يعني ماتشين، الماتش اللي فات الاهلي مع سيراميكا زي ما احمد قال لك لو التيشيرتات اتغيرت ما تعرفش مين الاهلي من سيراميكا. بيراميدز والزمالك، بيراميدز مقدم مباراه على اعلى مستوى، الزمالك نفس الشيء. ضربات حظ يعني او ضربات الجزاء ده ما بعتبرهاش، دي توفيق ربنا سبحانه وتعالى. بس النادي الاهلي لا، في عند النادي الاهلي مشكله، في مشكله ممكن ما فيش حد يطلع يوضحها لك، لا في، لان بطوله تخلي النادي الاهلي كل القرارات بتطلع بقى في حاجه غلط. اشمعنى ما طلعتش الا دلوقتي؟ عندك تاني لعيبه كانت عايزه في اول السنه تمشي، جالها عروض احتراف والنادي الاهلي ما وافقش يمشيها، او كرة ما رضاش هو برضه يمشيها، دي برضه مشكله كبيره. مشى محمد عبد المنعم، محمد بس، وديانج اصلا ما كانش بيلعب السنه، بس احمد عبد القادر لا ما كانش بيلعب، رغم ان احمد عبد القادر ده لاعب على مستوى عالي وبيقدر في الملعب يقدر يعمل لك مشكله. كمان يا حضرتك انت ما جبتش بديل ليه كويس، يعني احمد عبد القادر لعيب كويس، انت سيبته، انت عندك البديل في مصر وما جبتش، ماشي يبقى ما سيبوش. عندك البديل يلعب اهلي وزمالك في مصر في، بس ما سيبوش في 18 نادي طلعه يعني ما في. لا انا بتكلم عليه يعني انت النهارده يعني ديانج يتماشى مع الدوري المصري. انا اسف يا كابتن حضري، كابتن احمد هبقى 10 سنين ما طلعناش لعيب سوبر ماشي، ما هو الكره المصريه بتاعنا يا كابتن احمد. ما هو احمد بقى لك يا خالد رد عليك، بس انا لو ما عنديش البديل ما سيبوش. يعني انا ما عنديش بديل لديانج، مبادئ الانديه الكبيره كلها طبعا ما عنديش بديل لمهاجمين كويسين. يعني مثلا محمد شريف انا سبته النهارده، وانا ما عنديش غير وسام ابو علي فقط لا غير. طب سبته ليه؟ ما كانش موجود وسام، انا فاهم، يعني انا جبت وسام، طب انا دلوقتي ليه ما جبتش مهاجم تاني يكون موجود مع النادي الاهلي؟ انا اسف حضرتك. لا يا حبيبي دي مهمه الاثنين، مهمه الاثنين، مهمه مدير فني ومهمه اداره لا نادي. الاداره الفنيه، اداره نادي هنا في حاجات ما ينفعش المدير الفني واحد هو اللي يتدخل فيها. انا فاهمك، لازم اداره فنيه هي اللي بتدير النادي الاهلي. الاداره موجوده، يعني لو الاداره الفنيه كانت موجوده ساب بعض اللعيبه يا كابتن ايمن يبقى خطا من الاداره الفنيه طبعا. يبقى مين يحاسب بقى؟ ان هو ساب، مين يحاسب ان خلى الاداره الفنيه؟ لازم الناس تفهم ان الادارات الفنيه جزء مهم قوي من التركيبه كويس الفنيه للفرق الكبيره. لو احنا الفرق في العموم يعني لو احنا بقى بس اللجان الفنيه اللي موجوده عندنا، مش الاهلي الفرق العربيه كلها اللجان الفنيه مسميات لجان فنيه، بس هل هي فعلا تقوم بدورها ولا المدير الفني هو اللي عنده كل شيء؟ لو ما بيقوموش بدورهم طب خلاص انت مسميهم ليه؟ انت جايبهم تعملهم ديكور كابتن ايمن، لازم يبقى لهم كابتن ايمن. انت مقتنع ان احنا عندنا ادارات فنيه؟ انا مقتنع ان احنا محتاجين نتغير مسميات ادارات فنيه مسميات. طيب انا بتفق معاك، بس هل تقوم بدورها ولا لا؟ لازم تقوم بدورها. ما هو النتيجه ان ايه لما بيجي مدير فني بيبوظ الفرقه كلها. كمل يا حضرتك، كمل. ارجع للماشي. لو انت هتتكلم عندك لعيب زي احمد يعني عبد القادر ده لعيب ممكن لما بينزل في مباراه ممكن يعمل لك حلول، انت سبته. ديانج اولا الفتره الاخيره ديانج ما بيلعبش اصلا، وكان جايب لك عرض كبير وانت بيعته وطلعته اعاره بمبلغ ما ينفعش يليق باسم لاعب زي ده بيلعب في منتخب مالي، بس يكون بديل مميز. ماشي كويس كده، يبقى تفقد الدكه بتاعتك، يبقى كده يا كابتن ايمن لما تخلص من اللعيبه كلها ما عندكش دكه بدلاء، كنت سبته كويس. لو احنا هنبص للحافز بقى للنادي الاهلي، لا النادي الاهلي محتاج يكسب المباراه. النادي الاهلي داخل على مهمتين، نهائي السوبر وعنده ماتش العين. بس دلوقتي النادي الاهلي لازم هو بيفكر في السوبر ان هو عايز صالح بيه جماهيره. طب الزمالك هيبقى نازل سايب المباراه؟ لا الزمالك عنده عايز يكسب المباراه عشان يدي يقول احنا احق ان احنا اخذنا السوبر. لا الزمالك عايز يدي فرصه. لا ما بيديش فرصه، ده هو فرصة، ده هو الزمالك عايز الفرصه ان هو ياخد السوبر المصري طبعا عشان يدي حق، يقول لك انا بدات الموسم بتاعي وبطولتين يا حضرتك وبطولتين ومين طبعا. وزي ما كابتن خالد قال لك كسبت مين؟ الاهلي. طيب النهارده هتيجي تقول لي مباراه سهله؟ لا مش مباراه سهله، لا مباراه صعبه، صعبه للغايه، ومن اصعب مباريات هتتلعب للنادي الاهلي والزمالك في العشر سنين الاخاره. انا اللي بقول لك من اخر 10 سنين من المباريات هتبقى صعبه. اما القصه كلها النادي الاهلي دلوقتي كله هو تركيزهم وتفكيرهم ومحاضراتهم كلهم ان حاطين هدفهم ان هم عايزين بكره يكسبوا السوبر باي طريقه. ازاي؟ الاكيد بنواف باي طريقه. لا انا الاكيد نقطه مهمه جدا، الاكيد وواضح من كلام الكباتن كلهم. لا بالعكس خلصنا خلاص. هو فاصل بس بنكمل مع الغير. لا لا بس مهمه جدا.